مرحبا بكم مجددا. هذه جولة مع أبرز ما تلعطنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من موضوعات وأخبار مختلفة. نبدأ القراءة بالصحف المحلية ومن صحيفة الأهرام. مصر تدعم جهود السلام والتنمية في السودان. قمة رباعية في الخرطوم بحضور السيسي والبشير وديبي وموسفي. القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تنطلق اليوم. مناقصة لاستيراد 100,000 طن أرز وأرصدة السكر آمنة وتكفي حتى فبراير القادم. في اليوم السابع جاءت أبرز العناوين. لأول مرة البرلمانان العربي والإفريقي في جلسة واحدة بشرم الشيخ. سكرتير اتحاد البرلمان الدولي: هذا الاجتماع يبعث الخير لمصر. ورئيس البرلمان الإفريقي وجه التحية للقوات المسلحة. في السياق ذاته نقرأ من المصري اليوم: السيسي يطلب رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي. الرئيس: الوضع في اليمن ينعكس على استقرار القرن الإفريقي. وعبد العال: نرفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية والإفريقية. مفتي السعودية: نقدر جهود الطيب ضد محاولات بث الفتنة. نتابع هذه القراءة من جريدة الوطن والتي كتبت: الخارجية ترد على اتهامات أديس أبابا، نحترم سيادة إثيوبيا. أبو زيد: علاقاتنا أخوية ودبلوماسيون، أديس أبابا تحاول صرف النظر عن أزمتها الداخلية. وزير المالية: أوشكنا على تنفيذ برنامج صندوق النقد. وزير المالية من واشنطن: مصرون على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لعلاج الاختلالات النقدية والمالية. واجبات متعددة تقع على عاتق نواب البرلمان، والرأي العام يطالبهم بتشريعات ناجزة تساعد على الإسراع بعملية التنمية والبناء. في هذا الإطار جاء المقال الافتتاحي للجمهورية تحت عنوان: الشعب يدعم ديمقراطية البرلمان. إذا كان البرلمان المصري قد تمكن في دور انعقاده الأول من استكمال التشريعات الهامة في مواعيدها حسب الدستور، فإن المطلوب من نواب الشعب الآن وعلى مدى دوراته القادمة بذل كل الجهد لدفع التنمية والعدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الديمقراطية، سواء بالاستجابة لنبض الشعب في الشارع أو الحوار الرشيد مع الحكومة والوزراء عند مناقشة التشريعات القادمة لتكتمل لدينا القوانين والتشريعات ولإيصال ثمار التنمية للمواطن ودرء منابع الفساد، لأن هذا المناخ هو الدرع الواقية من التطرف والإرهاب. نتحول في قراءتنا إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات الشرق الأوسط اللندنية. الانقلابيون يزيلون أثر تفجير صنعاء. الرياض تتحرك أمميا لفتحهم. ثلاثة سيناريوهات لجاستا. والصين تنضم للمعترضين. البشير يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى نهاية العام وآلية لدستور دائم. أما صحيفة الحياة اللندنية: سبعة تشكيلات متنازعة لتحرير الموصل من داعش. أردوغان وبوتين يناقشان حدود التقدم التركي في سوريا وقاعدة روسية دائمة في طرطوس. تدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون على الطائف ومأرب. نتائج انتخابات المغرب تبدل قيادات حزبية. أبرز عناوين صحيفة الخليج الإماراتية: مواجهات في سلوان وبيت لحم ونابلس واعتقال 52 في الضفة. معارك عنيفة في حلب والفصائل تستعيد السيطرة على بستان الباشا. إيران تخطط للوصول إلى مياه المتوسط على أجساد السوريين. أما منشطات القدس العربي: نجاة مدمرة أمريكية من هجوم صاروخي والحوثيون ينفون استهدافها. الحكومة التونسية تبدأ بمكافحة التمييز العنصري في البلاد. والقضاء يطيع بقرار العبادي ويعيد نواب الرئيس العراقي إلى مناصبهم. ملك المغرب يكلف بن كيران بتشكيل الحكومة. انتكاسات الأزمة اليمنية على المنطقة أو انعكاساتها على المنطقة رصدها مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد بصحيفة البيان الإماراتية، والذي أكد أن إطلاق الحوثيين لصاروخ على مدينة الطائف السعودية
يشكل تطورا جديدا وخطيرا، يؤكد أن الصراع في اليمن هو صراع إقليمي. يقول المقال: اليمن مشكلة إيرانية منذ بداية الأزمة، وهي التي دفعت لتخريب المصالحة والحل السياسي. والصاروخ الذي أطلقه الحوثيون قرب مكة المكرمة يقوي موقف السعودية السياسي بأن إيران تخطط منذ زمن لخلق كيان مسلح شمال اليمن تهدد به المملكة ضمن الصراع الإقليمي الدائر، وإنها اختارت الحوثيين لهذه الوظيفة، وإن الحل مهما كان سياسيا أو عسكريا هناك لا يمكن أن يفصل نزاع اليمن عن صراع المنطقة، ولا يمكن للمنطقة تجاهل أسباب حرب اليمن. نتحول في معرض قراءتنا الصحفية إلى صفحات الصحف العالمية، ونبدأ بنيويورك تايمز الأمريكية. تصدعات الحزب الجمهوري تزداد اتساعا. زعيم الجمهوريين بالكونغرس بول ريان ينأى بنفسه ويتوقع هزيمة ترامب. بوتين وأردوغان يعيدان إحياء العلاقات واتفاق بشأن إقامة خط الأنابيب الغاز. تراجع داعية داعش مع تصاعد الضغط العسكري على التنظيم. من الصحف البريطانية نقرأ من الجارديان: ترامب يستمر في السباق الرئاسي الأمريكي وسط تصاعد كارثة فرار الجمهوريين من تأييده. محاولة الحوثيين الذين تدعمهم إيران إغراق مدمرة أمريكية قبالة السواحل اليمنية تنذر باحتمال تصعيد كبير في الصراع. صحيفة تايمز البريطانية فيها مخاوف من عمليات قتل طائفية محتملة في معركة الموصل بالعراق. مجموعات مسلحة شيعية قد تشارك في المعركة لتحرير المدينة التي تسكنها أغلبية من السنة. الخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي قد يكلف بريطانيا 66 مليار جنيه استرليني سنويا. صحيفة أرتس الإسرائيلية فيها مصادر تكشف للصحيفة: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بأن إسرائيل لا تتوقع من الولايات المتحدة أن تدفع بقرار في الأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قبل مغادرة أوباما للبيت الأبيض، وكيري يؤكد القرار لم يحسم بعد. تراجع أسهم المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، وسيطر ذلك على مقالة الرأي في الصحف العالمية، منها مقال بصحيفة واشنطن بوست والتي كتبت تحت عنوان: ترامب لا يستطيع وقف دوامة الموت التي ضربت حملته الانتخابية. في مناظرة الأحد كنا أمام موظف عام يتمتع بفهم كلي للقضايا وخطط ملموسة لأخذ البلاد للأمام، في مقابل شخص جاهل يتفاخر بالإساءة للنساء. لا يمكن بعد الآن أن نتظاهر بأن لدينا مجالا للاختيار. ترامب هدد كلينتون خلال المناظرة بالسجن حال فوزه بالرئاسة، وهذا لا يحدث في أي دولة ديمقراطية. فرؤساء الولايات المتحدة لا يتصرفون بهذه الرعونة، ولهذا سارع العديد من القادة الجمهوريين للتخلي عن دعمهم لمرشح الحزب، وتيار الانشقاق يتصاعد ويهدد بالتحول إلى فيضان لا يمكن أن يوقفه ترامب. وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتير المختلفة في والأبرز في الصحف. وإلى اللقاء.